السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم اعزائي المشاهدين ورجعنا تاني بعد اسبوعين في حلقه جديده من برنامج كل جديد النهارده في حلقتنا والجديد معانا معانا موضوع يهم كل زوجه ويهم كل مطلقه ويهم كل حاضنه معانا النهارده آآ آآ الاستاذ ياسر جاويش المحامي بالنقد اهلا بك يا استاذ ياسر اهلا بك يا منورنا ربنا يخليك النهارده الموضوع بتاعنا شيق جدا والناس كلها اكيد طبعا مستنيه وعايزه تعرف بقى اللي مطلقه واللي واللي حاضنه وازاي هيتمكنوا من من شقه الزوجيه النهارده بقى عايزين عايزين حضرتك تكلمنا عن الزوجه المطروده من مسكن الزوجيه او الزوج المطرود أو الزوج المطرود؟ <تصفيق> <تصفيق> أو الزوج المطرود؟ <applause> آه هو في الحقيقة بسم الله أول أول شيء آه الزوجة المطرودة من مسكن الزوجية طبعاً هي أول حاجة بتلجأ إلى اسم الشرطة بتعمل محضر بالإجراءات المعتادة المحضر ده بيتحول للنيابة العامة النيابة العامة بدورها بتحفظ المحضر والمحضر بتتظلم فيه آه قدام النيابة الكلية آه. وبعد ذلك بيصدر قرار من المحامي العام بسؤال الشاكية وتنزل النيابه السيفة النيابه بتعمل معاينه والمعاينه دي بتبقى تشوف في الاجراءات المعتاده فيها ايه دي بقى الاجراءات اللي الزوجه بتعملها اول ما تطرد من شقتها تطرد اه طبعا اه احنا هنتكلم على موضوع الزوج الم... الزوج المطرود ده يعني ده موضوع كده كبير يعني معنى كده ان في زوج مطرود كمان اه في اه مش الزوجه بس طبعاً. يا جماعه مش الزوجه بس اللي بتطرد ده في زوج كمان بيطرد طيب في البدايه احنا كده اتكلمنا عن الاجراءات بتاعه تمكين الزوجه اللي هي المفروض تعملها طبعا لما تطرد اول حاجه تعملها مم. تعمل اللي حضرتك قلت عليه تمام طب ايه بقى الفرق بين مسكن الزوجيه و... ومسكن الحاضنه يعني ايه الفرق؟ هل في فرق بين الاثنين؟ اه طبعا آه. مسكن الزوجيه للزوجه التي لسه على زمة الزوج هي آه. بعد ما بتعمل محضر بتكون ان هي على ذمه الزوج بيصدر قرار ليها بقرار مشاركه هي وزوجها أوه. اما بالنسبه للحاضنه هي بتكون مطلقه في الحاله الاولى لما بيصدر قرار بالنيابه العامه بيصدر نص الماده 44 من منازل الحيازه مم. بالنسبه للحاضنه بيصدر لها قرار طبقا لنص الماده ثلاثه الماده 18 عشر وفكره ثلاثه من القانون 100 لسنه 85 مم. بيصدر لها قرار مم. ده ده الفرق بين بين الاثنين آه. آه. الحاله الاولى أوه. بيتم التظلم فيها قدام قاضي الامور المستعجله في الحاله الثانيه بالنيابه بيصدر فيها قرار آه <applause> بيصدر فيها قرار م. قدام القاضي في محكمه الاسره اه طيب الزوج بقى اللي هو بيصدر ضد القرار ده هي نفس الإجراءات أوه. بيتتقدم الزوج بعمل محضر م. يقول إن أنا عايز أتمكن من مسكن الزوجية طب هو ممكن الزوج يتمكن من مسكن الزوجية؟ آه طبعا إزاي بقى يعني لما هي بنقول هي حاضنة ومطلقه يعني المفروض ان الشقه تبقى من حقها المسكن يعني يبقى من حقها طب هو ايه الحاله اللي الزوج ممكن يتمكن فيها من لو من المسكن؟ لو الزوجه طردت الزوج من مسكن الزوجيه ومنعته من الدخول أوه. ففي الحاله دي برضه بيلجا للاجراءات المعتاده م. وبيعمل محضر في اسم الشرطه أوه. والمحضر برضه بيتحفظ وبيتظلم ليه قدام المستشار المحامي العام أوه. اللي بيصدر بيه قرار بسؤال الشاكي ومعاينه النيابه في الحاله دي مم. وبتنزل النيابه تسال اللي هم بتوع السيفه النيابه بينزلوا يسالوا يشوفوا مين اللي كان مقيم هل الزوج كان مقيم او الزوجه كانت مقيمه في المسكن ولا لا وبيصدر قرار في الحاله دي وسؤال الجيران الملاصقين اللي موجودين وفي الحاله دي بيصدر قرار من السيد المستشار المحامي العام بعد عمل التحريات اللي احنا بنقول عشان في ناس <applause> كتير بتسال يعني ممكن تبقى زوجه مطروده من شقتها او زوج مطرود فاحنا النهارده الحلقه بتاعتنا استاذ ياسر بيوضح لنا كل النقط المهمه دي اللي الناس بتسال فيها وفي حاجات صغيره جدا محدش عارفها طبعا هو مشكور بيوضحها لنا طب احنا كمان بقى برضو من من الاسئله اللي جات لنا هل الزوج ممكن يتحايل على القانون بأنه هو يمتنع من ان هو يمكن الزوجه من من الشقه او المسكن ممكن الزوج يتحايل بالاتفاق مع المالك اللي هو المؤجر أنه هو يتنازل عن شقه الزوجيه ويتنازل بها للمالك ويسلمها له ويسلم له الشقه على اعتقاد منه او يبيعها لحد تاني على اعتقاد منه ان هو في الحاله دي ان هو هيمنع الزوجه او اولاده من دخول مسكن الزوجيه وفي الحاله دي هو المالك هو هو المضرور الاول هذه الحيلة التي استخدمها. ليه بقى؟ لأن هو بيقول إن الشقة دي هي من حق الزوجة وإن الشقة دي ليها مسكن مسكن إذا كان مسكن مسكن حاضنة أو مسكن زوجية. مم. النيابة العامة لما بتعمل المعاينة بتنزل استيفا النيابة العامة تعمل معينة وتسأل الجيران هل الشقة دي كانت مسكن زوجية بالفعل ولا كانت كانت مش مسكن زوجية. آه. وفي الحالة دي بتدون كل الإجراءات وبترسل الأوراق النيابة العامة للمباحث لتتحرى بدورها ان الشقه دي تؤكد تحريات المباحث عما اذا كان هي اقوال الشهود فعلا صحيحه ولا اقوال الشهود كاذبه وتقول ان الشقه دي مسكن للزوجيه ولا لا. اه يعني بتعتمد بقى على التحريات انه فعلا اه طبعاً طبعاً الناس طبعا التحريات هي شيء اساسي أوه. في الاجراءات اللي هي آه مسكن بس م. يمكن الاستغناء عن التحريات بمعاينه النيابه لان معاينه النيابه هي بتنقل الصوره للسيد وكيل النائب العام بتقول له ان الشقه دي مسكن للزوجيه م. وان الزوجه مكثت في مسكن الزوجيه دي فتره قد ايه هل يعني في بعض الزوجات بعد خمس ست سنين بعد ما تتطلق وتمشي من مسكن الزوجيه يهيئ ليها ان هي عايزه ترجع مسكن مسكن الزوجيه أو. فبتعمل محضر وتقول ده الزوج طردني النهارده مثلا من مسكن الزوجيه م. لما بينزل المعاينه يقول الجيران الموجودين يقولوا لا ده الزوجه كانت موجوده من حوالي خمس سنين من اربع سنين من سنه لا دي كانت موجوده من حوالي شهرين والزوج طردها هو بيعتمد على الشهود بقى ما دي حاجه كويسه شهود جدا شهود جيره أوه. عين النزاع اللي هم الجيران الملصقين لمسكن الزوجيه اه هي والله فعلا حصلت معايا يعني نفس الموضوع ده انه لقيت برضو زوجه مطروده وجايه جايبه معاها امين شرطه اه <applause> أو والله فعلا ده حصل مم. وبتقول لي يعني انا بس عايزاك تقولي بس الحق هل انت كنت بتشوفيني موجوده؟ مم. انت شفتيني انا من اول ما جيت واتجوزت وخلفت كنت بتشوفيني في العماره قلت لها فعلا كنت بشوفك على طول انا بشوفك دايما ودخلتي عروسه وجوزتي اه دي مهمه على ارض الواقع م. تبين اذا كانت الزوجه موجوده في مسكن الزوجيه ولا ما كانتش موجوده أو. من فتره قصيره ومن فتره بعيده م. دي حاجه مهمه جدا طبعا طب عندنا كمان عايزين نعرف الشقه المستاجره والشقه المملوكه او التمليك م. بالنسبه للزوج هل الزوجه ممكن تتمكن من من انهي واحده فيهم المستاجره بس وطب والتمليك اللي هي باسمه هو هل ممكن تتمكن منها آه في مسكن مسكن مستاجر للزوج وفي مسكن ملكيه خاصه اذا كان هو شاري تمليك او في بيت عيله آه في الحاله الاولى اذا كان مسكن مستاجر هي م. تتمكن الزوجه منه فورا مستاجر فورا اه ده على طول أو. وفي الحاله الثانيه اذا كانت مطلقه بيهيئ ليها الزوج مسكن اخر ويقدم اوراق واوراق رسميه تفيد ان هو هيأ للزوجه مسكن اخر وفي الحاله دي ان ما قدمش الزوج ما يفيد ان هي هناك مسكن اخر للزوجه بتتمكن من ذات المسكن اللي هو المسكن التمليك يعني, يعني ممكن. في كلا الاحوال هي الزوجه تتمكن اه تتمكن من المسكن في أو كلا أو. الاحوال أو. يعني لو ما وفرلهاش مسكن مستاجر وامتنع مثلا خلاص يمكنوها من من المسكن اللي هو الملك ليه اه طبعا اه اه طب الاجراءات بقى بتاعه الاجراءات بتاعه الزوجه تتمكن من سواء مستاجر او مكان ملك ليه الاجراءات دي بتاخد وقت كبير ولا بتاخد وقت قد ايه ولا المفروض دي يعني الزوجه طبعا ده مكانها تمام لو الموضوع ده خد له شهور هتبقى في الشارع ولا ايه الموضوع ده؟ ما هي الاجراءات بتاخد لها اقل حاجه ثلاث شهور مم. يعني دول اجراءات سريعه جدا بدايه من عمل المحضر اذا كانت هي اللي حررت المحضر او وكيل الزوجه اللي حرر المحضر مم. النيابه العامه بتتولى حفظ المحضر مم. كان في الاول خالص ان ان وده من من الحاجات الاشياء ان احنا بنطالب المشرع بالتدخل فيها التدخل السريع مم. لان قرار التمكين هو قرار وقتي وليس قرار دائم بيزول بزوال السبب آه قرار التمكين لما بيصدر من المحامي العام اما, الزو... إما المحضر بيتحفظ في الاول لابد ان هي إيه تتظلم منه والتظلم ده في حد ذاته ان هو ممكن ياخد له حوالي 20 من 20 ل 30 يوم م. في التظلم بس أوه. لما يرجع إن المحضر للنيابه الجزئيه بتتولى النيابه الجزئيه طبعا بسؤال الشاكيه وسؤال المشكو في حقه بطلبات الحضور على ما يجي يحضر والكلام ده كله فالاجراءات دي بتاخد وقت كتير م. واحنا بنطالب المشرع أنه يتدخل لو احنا كنا قدمنا مثلا نقدم طلب للسيد المستشار المحامي العام بطلب على عريضه يقدم والاجراءات دي كلها ما تاخدش مثلا اسبوع لان ربما تكون الزوجه او المطلقه ليس لها مكان غير مسكن الزوجيه أوه. ففي الحاله أوه. دي هي هتروح فين أوه. يعني ربما تكون الزوجه مثلا والدها متوفي ملهاش مكان تقيم فيه او مثلا لو, لو اقامت عند حد من اقاربها هل النهارده اللي هيستحملها النهارده هيستحملها بكره لا طبعا ولو معاه اطفال هتعمل ايه برضه احنا بنناشدهم ان هو يكون في اجراءات سريعه زي اجراءات تسليم الصغير احنا بنناشد طبعا المسؤولين. المسؤولين المشرع طبعا هو في النيابه العامه كان في الاول كنا بنقدم الطلب للنيابه العامه قبل ما يتحفظ المحضر م. وكانت النيابه الجزئيه تصدر قرار بجيم أ يعني سؤال مقدم الطلب وتدي قرار بمنازعه الحيازه في ال في الاوقات دي لازم المحضر يتحفظ ليه لازم المحضر يتحفظ ليه مش عارف انا ب انا بسال ليه المحضر لازم يتحفظ والقرار يصدر من النيابه الكليه في حين ان النيابه الكليه بتصدر قرار للنيابه الجزئيه باتخاذ اللازم طيب طبعا المفروض طبعا لان يعني دي الاجراءات دي أوه. مثلا لوحديها هتاخد شهر على, على الاقل وتحريات المباحث انت انت في تحريات المباحث دور تحريات المباحث ان يعني هي بتؤكد اقوال الشهود تقول مثلا الزوجه كانت مقيمه ولا لا طب ما في معينه النيابه العامه معينه النيابه العامه هي بتنقل الصوره للسيد وكيل النائب العام بتقول ان الزوجه دي كانت مقيمه في مسكن الزوجيه ولا ما كانتش مقيمه في مسكن الزوجيه؟ يعني الموضوع بيتاخر بدون سبب يعني اجراءات أوه. معتاده أوه. اجراءات ممكن تطول وممكن تقصر لو انت عندك اجراءات سريعه إجراءات, روتيني. اجراءات روتينيه اجراءات روتينيه تظلم وقرار يصدر من السيد المستشار المحامي العام وبعد كده النيابه بعد ما بتصدر القرار تعيد للنيابه للسيد المستشار المحامي العام يأشر على القرار بعد كده كيفيه تنفيذ القرار م. قرار التمكين صعوبته في تنفيذ القرار لان القرار لابد اعلان النيابه اعلان الاعلان بعد الاعلان يروح اداره التنفيذ وبعد كده يرجع من اداره التنفيذ آه آه الزوجه تروح عشان ينفذ القرار ويحدد ميعاد وينزل هو طبعا في في, في تنفيذ القرار يعني ساعه التنفيذ دي اجراءات سيد يجوز لمعاون التنفيذ ان هو بيتصل بالسيد المستشار القاضي التنفيذ وياخد منه تاشيره بالتليفون لو كانت العقار مغلق او المكان او المسكن مغلق دي برضو من الاجراءات السهله السريعه اللي تدخل فيها المشرع وعدل فيها الاجراءات بعدين النسبه كمان بقت عاليه جدا يعني موضوع مش مش سهل ومش بسيط طبعاً إحنا بعد ما عرفنا دلوقتي الإجراءات بتاعت اللي الزوجة بتتخذها لما تحب تتمكن من المسكن بتاعها سواء بقى كانت مطلقة أو كانت حاضنة أو عرفنا الإجراءات طبعاً وانتم عرفتوا الإجراءات اللي هي المتبعة اللي لازم تعملها من الأستاذ ياسر وعرفنا الخطوات كلها إزاي عايزين بقى دلوقتي طبعاً موضوع النفقة ده برضو موضوع مهم جدا جدا الناس بتتكلم فيه كتير ونفسها تعرفه عايزين نعرف كيفية تنفيذ أحكام النفقة بدعوة الحبس عايزين نعرف أول حاجة موضوع النفقة ده بالنسبة سواء بقى الزوج إذا كان احنا برضو مش هنبقى جايين عليه طول الوقت طبعا لأن احنا برضو بنشوف حاجات ممكن الزوج يبقى طالع طالع له نفقه 2000 جنيه وهو اساسا مرتبه كله 2000 جنيه م. احنا عايزين نفهم الموضوع ده كده كله انت تشرحه لنا عشان الناس التقديريه للمحكمه بتط... بتقدر ظروف دي تبع زروف... تحريات بتتعمل واوراق بتيجي من مكان شغله تحريات مفردات مرتبه أوه. اذا كان موظف او في جهه او جهه حكوميه او جهه خاصه ليه بينزل الشيت المرتب بتاعه فمحامي الزوجة بيطلب من المحكمة التصريح باستخراج أو بالتحري عن دخله أو ببيان مفردات مرتبه وفي الحالة دي بيجيب بيان مفردات مرتبه والمحكمة بتقيم على على التحري أو على بيان مفردات المرتب ده لو موظف وليه آه مفردات مرتبه التحري إذا كان ليه عمل آخر يعني لو هو بقى أو... لو هو بقى مش موظف ومعندوش مفردات مرتب يعني عامل بيشتغل في اي مكان كده بال أقول مثلا ده عامل في الحته الفلانيه ودخله الشهري بيقدر بيتراوح ما بين كذا وكذا او مم. دخله اليومي بيقدر بكذا وكذا مم. وسلطه تقديريه للمحكمه هي تقيم النفقه اذا كانت النفقه للزوجه او للأو... للصغار اه ل... للزوجه او للصغار مش للاثنين ما هم للاثنين؟ اه اذا كانت دي مستقلة والاطفال يعني ان انت بترفع دعوه نفقه زوجيه مستقله ونفعة دعوه نفقه للصغار مستقل او دفع دعوه نفقه زوجيه وصغار في ذات العريضه م. التنفيذ بقى كيفيه التنفيذ أوه. في دعوه الحبس أوه. هو في في شروط في دعوه الحبس لابد ان هي تتوفر فيها خمسه شروط والشروط دي اذا اختل منها شرط بتاخد الدعوه يقضى فيها بعدم القبول أو من ضمن الشروط اللي هي الواجب توفرها في دعوى الحبس هو أن يكون الحكم الصادر في حكم نفقة أو حكم بالأجور أو ما يماثلها ويكون حكم حكم صادر بالنهائية يعني حكم صادر وله حكم استئنافي، ثم بعد ذلك تقيم دعوى الحبس تتقدم بطلب للتسوية. تسويه المنازعات وده بياخد له 15 يوم ثم بعد ذلك تقيم دعوى الحبس ودي اجراءات برضه بتاخد في خلال ممكن دعوى الحبس تاخد سنه ودي من برضه بنطالب المشرع ان هو يتدخل فيها لسرعه البت في هذه القضايا يعني ربما تكون دعوى الحبس دي الزوجه مثلا خدت حكم على الزوج بالنفقه اذا كان موظف بتتقدم بالصيغه التنفيذيه وما يفيد إن هو استأنف أو ما استأنفش إلى الشغل وفي الحالة دي الشغل بيصرف لها جزء من مرتبه إذا كان الزوج طيب مش, مش موظف أو كان ليه عمل آخر ففي الحالة دي بتتقدم لبنك ناصر وبيصرف لها بنك ناصر 500 جنيه شهريا أوه. طب الفرق اللي هو بين المبلغ المقضي بيه بالنفقة واللي هيتصرفوا من بنك ناصر ده قد ايه وليكن مثلا هي حكم صدر ليها ب 1500 جنيه م. والزوجه بتصرف من من بنك ناصر 500 جنيه امم وال 500 جنيه طبعا مش مش هيعيشوها ولا يعيشوا اي حد طبعا لو كانت خاصتنا اذا كان ليها هي هي زوجه وليها ولدي ولدين او بنتين او ايا كان هتصرف من منين وملهاش دخل تاني خالص أو. يعني لا تعمل هتعمل ايه بتلجا لدعوه الحبس تشوف ما تجمد في ذمه الزوج قد ايه بقول لحضرتك هتقدم طلب تسويه احنا بنقول ان دعوه دعوه الحبس دي هي فيها اجراءات بتطيل امد التقاضي احنا بنقول ان الاجراءات التقاضي ليه بتبقى طويله لا دعوه الحبس دي يعني مكتب التسويه ده مدته 15 يوم فايدته ايه مم. انا اذا تقدمت بطلب لمكتب التسويه وما حضرتش اصلا يعني انا كمحامي الزوجه قدمت طلب في في مكتب التسويه وما حضرتش لا تجدي هذه التسويه يعني ما باخدش ما يفيد ان مثلا ايه حل النزاع وديا لا ده انا ممكن ما احضرش خالص وباخد شهاده تفيد أنني لجات لمكتب التسويه م. والشهاده اذا كانت مش موجوده يقضى بعدم قبول الدعوه شكلا هي اجراءات شكليه وليس شكل. اجراءات مجديه في الدعوه. مم. لان هو الزوج لو كان هيحل هي يجوز هي من... ليه اللي جو... لمكتب التسويه؟ لان هي يجوز فيها التصالح والقضايا التي يجوز فيها التصالح هي يجوز فيها اللجوء لمكتب التسويه. فانا بلجا في الحاله دي لمكتب التسويه عشان احل النزاع وديا. طب هو اذا كان ما بيصرفش على عياله اصلا هيحل النزاع معايا ودي ازاي؟ يبقى في بقى حبس. مم. ماشي ما انا انا مم. بقول دلوقتي البديل لمكتب التسويه في دعوه الحبس، مم. انا بقول البديل ان احنا مثلا يبقى امر وقتي. أوه. بدل ما ارفع انا دعوه حبس ان انا اعمل اعلان أوه. وتحري والتحري في دعوه الحبس، انا مم. عندي حكم الصدر بالنفقه بيقول ان الزوج مثلا دخله في الشهر مثلا وليكن 4000 جنيه. تمام. وبيثبت في الحكم ان الراجل ده دخله 4000 جنيه، تجمد في ذمه الزوج 10000 جنيه. انا بعمل تحريات عن قدره الزوج ويساره اه هيقدر يدفع هو هيقدر يدفع أوه. ولا مش هيدفع مم. طب ماشي خلينا التحري ده جه قال ان الزوج يقدر يدفع ال10000 جنيه دول على اربع دفعات جه الزوج في اول جلسه راح مسدد العشرة 10000 جنيه كلهم خلاص المحكمه لا تقبل هذا مم. هذا العرض وتقول لا ده هو التحري جاي باربع اربع دفعات اقبل مثلا 2000 جنيه لا ما هو بيسدد طيب خلاص تنقضي الدعوه أو صلحا اه طب افرض التحري جه قال على دفعه واحده مم. وانا جيت سددت للمحكمه قلت مثلا والله انا مش هقدر ادفع المبلغ ده كله فهدفع مبلغ مثلا وليكن الفين جنيه او 3000 جنيه من المبلغ المطالب بيه في دعوى النفقه في دعوى الحبس هل المحكمه هتقول لي لا ده انت المفروض تدفعه عشان التحري قال ان انت هتدفعه على مره واحده فهتدفعه لازم تدفعه على مره واحده المحكمه تقبل العرض وتاجل لي جلسه مم. لاستكمال السداد فاذا التحري ده اجراء انت عطلت لي بالدعوه يعني يعني وليه ل... الاعلان يعني كمان يعني يعني ده بيعطل الدف... اه بيعطل إيه؟ آه. بيعطل الدعوه آه طبعا بيعطل اجراءات او المفروض بأنه يعني بقى انه يعني يبقى في حاجه يعني يطلع قانون جديد او تطلع لابد من التدخل آه. السريع للمشرع ان هو يقول مثلا الدعوه الحبس مثلا بإعلان واعاده اعلان مفيش لجوء لمكتب التسويه في دعوه الحبس إعلان وإعادة إعلان إذا كانت الدعوة الحبس موجودة أو إذا كان بأمر وقتي تتقدم به الزوجة المقضي ليها بالنفقة بعمل أمر وقتي ويقضى فيها بالمبلغ المطالب به في ذمة الزوج هي مجرد حاجات روتينية بتعطل بتعطل الدعوة وخلاص آه. طب نتكلم بقى ايه يعني احنا كده اتكلمنا عن كل حاجه وكل اجراءات بالنسبه للزوجه يعني عايزين نتكلم كده عن الزوج شويه عشان مش عايزين الازواج تزعل مننا وتقول انتوا ما بتتكلموش علينا عايزين نشوف حقهم شويه يعني لا هو الزوج <applause> ليه انذار طاعه اه يجوز أيوة للزوجه عايزين... اذا في حدث خلاف بين الزوج والزوجه ان الزوج بيتقدم بطلب انذار طاعه والزوجه بتعترض على انذار الطاعه ده في خلال 30 يوم م. وتعمل دعوه اعتراض على انذار الطاعه وتبدي فيها الاسباب اللي هي معترضه فيها على على الطاعه طب انذار الطاعه ده بيجي بناء على ايه لما هو بيقدمه بناء على ايه يعني في خلافات بينها وبين مم. وبين الزوج اه هو دلوقتي هو عايز يدخل الزوجه في, في طاعته مم. وهي الزوجه ممتنعة عن الدخول في طاعته مم. هو عايز يا اما يصلحها يا اما يسقط حقها في النفقات اه في حقوقها الزوجه اذا ما اعترضتش على انذار الطاعه في خلال 30 يوم يسقط حقها في النفقات إيه نفقه العده نفقه المتعه مؤخر الصداق يسقط زيها زي دعوه الخلع بالظبط ويقيم بعد ذلك اذا لم تعترض الزوجه في خلال 30 يوم بيقيم دعوه نشوز على الزوجه لو ما... لو ما قدمتش, لو ما قدمتش في خلال 30 اعتراض يوم. في خلال 30 يوم أوه. ويجوز ان انت تعترض في خلال ال 30 يوم ودي مش شرط ان انت في اجراءات الاعتراض على انذار الطاعه مش شرط تستنى ال 15 يوم بتوع مكتب التسويه، يجوز ان انت تعترض تقدم طلب التسويه اليوم مم. وتقيم الدعوه في ذات اليوم. كبير. اه. بالنسبه بقى الاعترا... اوجه الاعتراض على انذار الطاعه بالنسبه للزوجه، الزوجه بتعترض على انذار الطاعه ليه؟ بتقول اول حاجه في اعتراضي على انذار الطاعه ان انا المسكن ده غير ملائم. مم. إن الزوج غير أمين على الزوجة نفساً ومالاً. مم. إن الزوج مثلاً دائم التعدي عليها. مم. إذا هي ما قدرتش تثبت في خلال الـ الـ اللي هي مثلاً إن الزوج ما بي مش دائم التعدي عليها. الزوج مش أمين عليها نفساً ومالاً. مم. إن الزوج بالنسبة لها بي بيسبها أو بيشتمها في الحالة دي بياخد عدم اعتد... في ال... في انذار الطاعه بمحكمة ب... اذا الزوجه ثبتت الكلام ده كله مم. فبترفض الطاعه بالنسبه للزوج مم. ويجوز هي تعمل دعوه آ... في في اعتراض على انذار الطاعه دعوه فرعيه بطلاق الاستحكام الخلاف احنا... وفي في الحاله دي مم. المحكمه بتطلقها مم. إحنا عايزين معانا بقى حلقة تانية عشان ده موضوع تاني كبير مش هينفع عايز له حلقة حلقة كاملة إحنا دلوقتي إحنا طبعا أكيد إحنا استفدنا والناس قاعدة ومستناه عشان في ناس كتير طلبت تسمع عن موضوع التمكين ده إحنا أستاذ ياسر هيبقى معانا طبعا في حلقات تانية إن شاء الله إن شاء الله اه إحنا طبعاً في نهاية حلقتنا إحنا بنشكرك جداً، آه لأن إحنا استفدنا جداً جداً منك طبعاً والناس عم كلها عم استفادت وإن شاء الله يبقى معنا في حلقات تانية، بس عايزين نطلع بالصور اللي إحنا آه الصور معنا أربع صور أو خمس صور الصور آه موجودة هي معنا على الشاشة آه آه دي صور أميرة رجب آه أميرة رجب آه دي فنانة بتشتغل في حملات الدعاية والإعلان. حملات دعايه واعلان كامله لشركات واطباء ومكاتب محاماه واستشاريين واشخاص وبتضبط صفحات الفيسبوك بتظبطها وبتفعلها وبتعمل زياده نسبه المشاهده وبتعمل اعلانات مموله كل اللي حابب ان هو يتواصل معاها هننزل رقمها على الشاشه وحابب ان هو يعمل دعايه واعلان ليه او لشركاته هي كمان مستشار اعلامي لعديد من الاطباء المشهورين الكبار احنا مش هنقول اسماء طبعا هنا اسعارها خارج المنافسه رقمها معانا اميره عامله الحاج اللي عايز يحجز معاها يحجز الرقم ويستفسر هيلاقي عندها اسعار كويسه جدا اه دي معانا اهي الحملات بتاعتها الاعلان بتاعها موجود هي كمان صاحبه جروب كوكب النساء الجروب ده شامل كل شيء في حالات انسانيه في دعايه في اعلان في هدفه ان السيده البنت الام تبقى زوجه صالحه تبقى ام صالحه تستفيد من كل حاجه احنا بنشكر اميره رجب صاحبه جروب كوكب النساء واللي عايز يتواصل معاها يا جماعه الرقم بتاعها احنا نزلناه هتعمل لكم دعايه على السوشيال ميديا هتعمل لكم دعايه في كل مكان هي شطره جدا وانا اتعاملت معاها شخصيا واللي حابب يتعامل مع اميره رجب يتواصل مع الرقم بتاعها او يتواصل من خلالي انا في النهايه بقول لك انا مبسوطه ان انت كنت معانا وتوعدنا بقى ان انت تبقى معانا حلقة تانية تحب تقول حاجه ل... تحب توجه اي كلمه او اي شكر لاي حد قبل ما نختم اول حاجه وشكر لاعضاء البرنامج ربنا وشكرا ليكم العفو كان معانا أستاذ ياسر جويش المحامي بالنقد استفدنا منه جدا موضوع اتصار بطريقة جديدة احنا طبعا سمعنا الموضوع ده كتير بس أنا أول مرة نعرف التفاصيل ونعرف الخطوات اللي قال عليها المهمة وإلى اللقاء في حلقة قادمة استنوني